والله اللي انتقد الفستان هو مش واخد باله من الفستان قوي. وفي بعض الصحفيين البعض كانوا بيقولوا كلام علشان يثيروا الجمهور عشان يعملوا نسبة مشاهدات وحاجات كده يعني. فيعني على فكرة الصحف هو اللي ممكن يعمل إثارة، يعني هو اللي ممكن يعمل إثارة بكلمة أو يستفز الفنان فالفنان يرد عليه. أنا طبعا الحمد لله أنا ما بحبش، يعني عمري ما غلطت في حد وكل الناس على راسي وكل الإعلاميين حبايبي على فكرة، ولكن مش بحب إن في حد يعني يتنمر بكلمة علشان يعمل نسبة مشاهدة والكلمة مش حقيقة. عارفين لو حقيقة أنا ما زعلش. فأنا طبعا بقول لجمهوري أنا بشكركم جدا، اللي انتقد الفستان واللي قال عليه كلمة حلوة أو كلمة سلبية أنا بشكركم. وعايزة أقول حاجة تاني يا جماعة، مش كل الكلام السلبي ده جمهور عادي، دي في لجان كتير جدا، وعلى فكرة في مواقع عاملة لجان، مش هقول فنانة عاملة لجان عشان تأذي فنانة تانية أو زميلة، لا، في مواقع عاملة لجان علشان تثير الجدل، وناس بتشتغل في اللجان دي وناس عندها عقود وده أكل عيشها. وزي ما قلت قبل كده ممكن يكون حابيني جدا وبيقابلوني وفستانك كان تحفة، بس احنا غصب عننا ده شغلنا، فانا مسامحاهم، مسامحه اي حد يعني قال اي كلمه سلبيه عليا. وفي جمهور بيفتكر ان هند عاكف بتعمل البدعه دي يعني علشان الفت النظر، لا يا جماعه، هند عاكف طول عمرها كده، مش جديد صدقوني عليا، بس انا عشان كنت غايبه عنكم ما كنتش بظهر. يعني انا قعدت 4 سنين ما روحش مهرجان القاهره السينمائي، قعدت 10 سنين ما اشتغلش عمل فني، او دلوقتي بقوا اكتر شويه لان انا كنت اشتغلت في العمل العام يعني بدون اجر تطوع مني والمجال السياسي، وكنت رشحت نفسي لمجلس الشعب وعملت دراسات عليا في الاقتصاد والعلوم السياسيه. فانا كنت حابه اخدم المواطن المصري وبطريقه مباشره، ان انا ادخل مجلس الشعب بقى واشوف ممكن هم يحتاجوا ايه واشرع قوانين وسن قوانين وحاجات كده خدمه للمجتمع. ده اللي بعدني شويه كتير عن المجال الفني. فما كانش السوشيال ميديا يعني هي لغه العصر، النهارده السوشيال ميديا لغه العصر. فهند عاكف لما رجعت بتتعامل مع الناس بنفس طريقتها اللي هي كانت بتتعامل بيها مع الناس، فالناس فاكرين ان الطريقه دي جديده، لكن دي مش جديده، انا بحب ابقى مختلفه.